الفيديو الأخير بقى في الشابتر ده إن شاء الله يا جماعة هنتكلم فيه عن الـ Unbalanced Transportation Problem. بيكون فيها إيه ده يعني يا جماعة؟ من اسمها كده هي غير متوازنة، بيكون فيها Total Supply doesn't equal Total Demand. تعالوا نشوف الأول هنعمل إيه. يلا نشوف بس المثال الأول. المثال مثلا بيقول لي هنا Solve the following transportation problem using A Northwest method B Least cost method. بصوا بقى على التيبل ده يا جماعة، بصوا على التيبل ده هتلاقوا ان الديماند التوتال بتاعه كام؟ 200 بلس 100 300 بلس 300 600. ايوه طب وهنا عندي 350 اند 150 500 مع ال 200 بقوا 700. الله ده مجموع السبلاي 700 ومجموع الديماند كام؟ 600. ده اللي قلت عليه فوق في التايتل يا شباب، فوق اهو شايفين التوتال سبلاي doesn't equal total demand. هنعمل ايه في الحاله دي؟ بص انا كاتب هنا ايه؟ We must convert it to balanced problem. لازم احولها لمسألة متزنة. متزنة يعني ايه؟ يعني السبلاي قد الديماند. هنا الميزان كفته مش متعادلة، الكفة هنا طاغية على اللي هنا شوية، هنا 700 لكن هنا 600. طب هنعمل ايه يا جماعة؟ هنحاول نخفف ال 700 عشان 600. قال لك لا اوعى تعمل كده، انا عايز اخلي القليل هو اللي يكتر. هعمل ايه بقى؟ ادينج. ادينج لما اقول ادينج يبقى دايما عينك على الصغير عشان تزوده يبقى قد الكبير. ادينج دامي سورس اور دامي ديستنيشن then solve it according to the required method. يعني ايه بقى الكلام ده يا جماعه؟ تعالوا الاول نحولها الى مساله متزنه ونحلها بعد كده بالطرق اللي هو عايزها، اللي هي النورث ويست مره والليست كوست مره. طب نحولها ازاي؟ تعالوا نشوف دلوقتي بقى يا جماعه. ادي اللي هيحصل بكل بساطه اهو، ان انا عملت ايه بقى؟ بصوا يا شباب انا كان عندي هنا اي بي سي بس، مش كده؟ لا ده انا زودت كمان كول من اهو وحطيت فيه الكميه اللي كانت ناقصاني بالظبط، حطيت ال 100. ما انا كان عندي هنا 600 وهنا 700، فال 600 كان فاضل لها 100 عشان تبقى قد 700، حطيتهم خلاص اهو فيما يسمى بالدامي كولوم. كلمه دامي بالمناسبه يعني حاجه زي فيك، يعني يعني صوريه يعني، تمام؟ مش حقيقيه، مزيفه مثلا ده معناها يعني. هي الغرض انها تعدل الكفتين يبقوا قد بعض يا شباب، فانا حطيت فيها ال 100. طب والكوست بتاعت كل سيل من دول تبقى كام؟ تبقى زيرو لانها اصلا مش موجوده، تمام؟ هي اصلا دي دمي، فهحط فيها ايه بقى؟ في كل خليه من دول الكوست بتاعها هيبقى زيرو. يبقى لو سمحت بقى نركز مع بعض كده. بصوا حتى انا كاتب هنا فوق ايه؟ كاتب في حاله ان السبلاي اعلى من الديماند. هو في حاله ثانيه؟ اه العكس، ان الديماند هو اللي يبقى اعلى. طب نتصرف فيها ازاي؟ هنشوف بعد شويه. خلينا بس في الحاله دي دلوقتي اللي فيها السبلاي اعلى من الديماند. هاد وي ويل اد دامي ديستنيشن تو بالانس ذا بروبلم. هنزود هنا عمود كامل اهو. بصوا انا كان لغايه هنا 600، لغايه هنا الثلاثه دول، قمت زودت 100 كمان وعملت لها كولوم كامل وسميته دامي، فبقى عندي 3 سيلز جداد حطيت في كل واحده فيهم الكوست بزيرو. اتفقنا يا شباب؟ بعد كده احنا المرحله دي اسمها ايه؟ حولناها البالانس بروبلم. نخش في ايه بقى؟ نحلها مره بالنورث ويست والليست كوست زي ما السؤال قال، وادينا بنراجع مع بعض. يلا يا شباب ادي بقى النورث ويست. تعالوا نشوف مع بعض نعمل زي ما انتم عارفين بقى. في النورث ويست احنا مش مهتمين غير باللوكيشن بتاع السيل، مكان الخليه، ما تبصش خالص على الكوست. انت لازم دايما تبقى فاهم البدايه فين. نورث ويست فوق شمال، يبقى هنا انا عيني هنا. طيب عيني تقاطع الفاكتوري نمبر 1 مع الديستنيشن A اهو، او السورس ده مع الديماند ده. طيب طلباتك كام يا ايه؟ انا عايز 200. الله ده 200 بالظبط، تمام. دي حاجه حلوه قوي، احنا كنا ساعات بنلاقي ده ازيد ده اقل، لا ده هنا يا سلام. ال 200 كلها هتيجي هنا، تقول له تحت امرك ده انا ما عنديش غيرهم اصلا. اهي ال 200 اهي، هتروح من هنا تروح من هنا زي ما اتفقنا، يعني ده يبقى زيرو ده يبقى زيرو. طبعا بعض الطلبه لما يكون في حاجه كده بيتخضوا شويه، لا ده بالعكس ده حاجه كويسه. دي معناها ان انت الزيرو ده هيضرب لك كل دول اهو، خلاص كل دول مش عايز منهم حاجه، وكمان الزيرو ده هيخلص كل دول، يعني حاجه في منتهى الجمال. يا رب ايه يكتر من الزيروهات دي، بس مش في النتائج يعني، في بتاعت الطلبه قصدي، يعني في الحسابات بس حلوه ماشي، تمام. طيب دلوقتي اتبقى عندي كام؟ 6 سيلز بس ما شاء الله، حلو جدا. ناخد بقى النورث ويست هنا، هنا في الحته دي كده، ده احتياجاته قد ايه؟ 100. ده معاه كام؟ 150. خلاص ال 100 كلهم هنلبي طلباتهم اهو، بس هيتبقى معايا من الفاكتوري دوت 50، اما ده هيبقى زيرو وده كمان خلاص راح، تمام يا شباب. نيجي هنا بقى هنلاقي النورث ويست اهي، يبقى 4 سيلز اهم بس. النورث ويست اهي كام؟ 11. كام قصدي احتياجاتي؟ 300، وعندي هنا 50، اخد 50 كلهم واحطهم هنا ونخصمهم من هنا برضه، يبقى هنا 250.
وما ننساش ان الزيرو ده 1 هيضرب الحته دي. اخر تو سيلز دول بيبقوا دايما تشيك، يعني مثلا حط ال 250 كلهم هنا لو سمحت، لو حطيت ال 250 كلها عشان ده يبقى زيرو، ولو حطيت ال 100 كلها عشان ده يبقى زيرو برضو، هتلاقي ان دول فعلا السم بتاعهم 350 اللي هو قد مين، قد السورس الاخراني خالص اهو. ده كده ده كده ايه يا شباب النورث ويست. تعالوا بقى نحسب التوتال كوست ونشوف هتطلع كام. يلا مع بعض، يلا يا شباب. طلعت بقى التوتال كوست هنا يا جماعه بكام؟ طلعت التوتال كوست ب 5355 دولار. افكركم نحسبها ازاي؟ بمسك كل سيل من دول واعمل 200 تايمز 6، اعمل هنا ال 100 تايمز 11 بلس 50 تايمز 11 بلس 250 تايمز 12، ودي 100 تايمز 0 كده كده مش مفيد عشان اي حاجه تايمز 0 ب 0. يلا بقى ناخد الفقره الثانيه اللي هي الليست كوست. الليست كوست بقى زي ما انتم عارفين بتدور على اقل كوست، يعني عينك على المربعات الصغيره دي، بتدور على اقل حاجه، وطبعا عينك هتروح عند الزيرو، مفيش اقل من الزيرو. هنقع في المشكله، احنا قلنا قبل كده لو اتكررت موضوع الاقل كوست دي موجوده في كذا سيل كنت بختار الاعلى ديماند. بالمناسبه بيسموها تاي تاي، يعني كانها عقده او مكرره او مكرره في مكانين، تمام؟ يعني اتس نوت يونيك، مش وحيده يعني، فكنت بختار اعلى ديماند. طب ما بالكم بقى لو كلهم اتجمعوا في ديماند واحد اللي هو عند ال 100 دي. طب هنشتغل ازاي بقى يا جماعه؟ ممكن واحد يقول طب ناخد اعلى سبلاي اللي هي دي، ناخد اقل سبلاي اللي هي دي. لا انا مش عايز اوصلها كده. بصوا يا جماعه على مجموع الكوست في كل رو وخدوا اعلى كوست. بمعنى ايه؟ ادي الرو الاولاني، ممكن حد يقول لي مجموع الكوست اللي في كل السيلز هترو الاولاني كام؟ 6 بلس 8 بلس 10 تدينا 24، مش كده؟ طب 7 بلس 11 بلس 11 تدينا هنا ايه؟ 20 229، ده اعلى، ده اعلى مش كده؟ وهنا طبعا هيبقى اقل يعني. فعيني على طول هتيجي عند الاعلى تكلفه في الخلايا، وبالتالي انا عايز اشغل دي بقى، دي اللي عليها لين، دي اللي هتبقى ستارت دلوقتي بقى، دي الستارت، ماشي؟ واضح يا شباب؟ عشان اعلى ايه؟ اعلى مجموع للتو كوستس. الفكره ايه بقى؟ الفكره باختصار ان البضاعه اللي هنا هخسر منها في الزيرو دوت، ماشي، هيبقى بقى حاجه قليلين، القليلين دول لو راحوا في حاجات فيها تكلفه عاليه مش مشكله يعني، طالما قليلين، مش عايز احط كميات كبيره في الخلايا اللي فيها تكلفه عاليه، تمام؟ عموما خدوها انتوا كده مش صعبه، اخد اعلى مجموع للكوست واحط فيها. يلا بقى احتياجاتك ايه يا دام؟ انت كان 100 هو ده اللي كان هيعمل الفرق، ماشي، نحطهم كلهم عشان دي فيها 150 زياده يعني، نخصمهم من هنا هيتبقى هنا 50 زي ما انتم عارفين، دول هيبقوا 0، 0 ده هيسمع هنا، هنا يبقى داش وهنا يبقى داش، تمام جدا. نبدا بقى نبص على اقل كوست تاني اللي هي الفور. طبعا ايه احتياجاته؟ 200 هياخدهم كلهم من المصنع دوت، عنده انتاجيه كبيره اهو، هنشيل منه 200 هتبقى هنا بس، هنا بس 150، وهنا هحط ال 200 كلهم هيبقى ده بقى زيرو، هيسمع هنا ويسمع هنا. ها خلصنا من السايكل الاولانيه، نخش السايكل الثانيه بقى. الاولانيه كانت بتاعت الزيرو دي، دي الثانيه. الثالثه بقى فين؟ اخد اقل مين من دول؟ مين دول؟ ها 5 محتاجه اي بي، محتاجه 100، ال 100 كلهم ينفع ناخدهم من الفاكتوري نمبر 3 ده، وان اخد ال 100 كلها اهي. يحصل حاجتين بقى، ده هيبقى كام؟ ده هيبقى 50 وده هيبقى زيرو، هيسمع هنا ويسمع هنا. ها يلا بقى 3 سيلز بس، ها ناخد ال 10 طبعا. اخبارك ايه يا سين؟ احنا والله محتاج 300. طب انت عندك ايه نمبر 1؟ انا اخري 200 خلاص. بعد اذنك هناخدهم كلهم اهو ونحطهم هنا، فده يبقى زيرو وده هيخس خالص، يبقى كام؟ يبقى 100. اخر تو سيلز بقى انا بنصح ان احنا نحطهم على طول اهو، ال 50 دي ما قدامهاش اللي هنا تبقى زيرو، وال 50 دي ما قدامهاش اللي هنا تبقى زيرو، ونشيك بقى هل فعلا يا ترى 50 بلس 50 هيديني اللي هنا؟ 100 تمام، يبقى ده كمان هيبقى زيرو، يبقى كده زي الفل. تعالوا بقى نحسب التوتال كوست هتبقى كام يا شباب. يلا كده احنا خلصنا التفاصيل كلها. التوتال كوست بقى هنا يا جماعه هتبقى كام؟ 4450، وهي طبعا اقل من النورث ويست اللي احنا شفناها المره اللي فاتت. طب ما تيجي نشوف بقى لو عكسنا، يعني ايه عكسنا؟ يعني خلينا الديماند هو اللي اعلى. يلا نشوف اكزامبل 2. بصوا كده يا شباب معايا، هنلاقي بقى بكل بساطه لما نجمع الديماند هنا 200 300 مع 350 بقت 650، لكن التوتال بتاع السبلاي 600 بس. ايوه المره دي توقعوا عامل ايه يا جماعه؟ باسلوب كده ذكي ومشابه للي عملته من شويه،
انا بعمل بقاد كل رو اهو، الرو ده 150، الرو ده 175، الرو ده 275، فكل الروز هنا مجموعهم 600. محتاج كمان قد ايه عشان اوصل ل 650؟ محتاج 50، هضطر ازود رو هنسميه دامي سورس. اهو شباب بصوا معايا كده، دامي سورس شايفين حطيته فين؟ انا حطيته في كارو بقى مش ككولوم، كارو، عشان يزود النمبرز بتاعت السورسز دي ويخليها توصل لكام؟ ل 650. وده اللي انا كاتبه فوق هنا فعلا، كاتب لما يكون الديماند اعلى من السبلاي اد دامي سورس تو بالانس ذا بروبلم، عشان تخلي المساله متزنه. بكده خلصنا ان شاء الله، واتمنى تكونوا فهمتوا الدرس ده ان شاء الله. شباب في حفظ الله، السلام عليكم.